كانت مراتك. ده فعل فاضح في الطريق العام. فعل فاضح دي وش فعل فاضح؟ بص لها سيادتك، دي ست مدرسه محترمه وبتشتغل بعد الظهر في شركه مقاولات، وانا كمان عندي محل ادوات كهربائيه وبشتغل بعد الظهر في شركه الصلب. يعني احنا محترمين مع قصيه. ظبطوكم في وضع غير بريء ولا لا؟ غير بريء. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا فندم، ده كان مغمى عليها وانا كنت بفوقها. صح، في الحقيقه انا ما كنتش حاسه بحاجه، انا كنت مسخسخه. كنت ايه؟ مسخسخه. ايوه فندم، كانت مسخسخه. ليه يا شيخ مسخسخه؟ شو بقى، بصراحه سعادتك احنا شبان زي بعض. هي اصلا كانت زعلانه مني وانا كنت بصالحها كده بوستين. يعني بوستين؟ دول قعدوا يراقبوكوا ساعة الا ربع. ساعة الا ربع واحنا قعدنا كل ده؟ انا ما كنتش حاسة بحاجة، انا كنت مسخسخة. كانت مسخسخة. عارف يعني ايه ساعة الا ربع يا استاذ؟ ومش عيب برضو حضرتك يتفرجوا علينا ساعة الا ربع؟ انا لو كنت في اوروبا انا كنت رفعت قضية على البوليس وكنت حبستهم. لا، خلي الحبس ده بقى علينا احنا المرة دي. ابوس ايدك يا سعادة البي، بلاش الحبس، بلاش الحبس، اعمل اي حاجة الا الحبس. انا بنت ناس. ايوه فندم، وانا كمان بنت ناس. ابن ناس. خلاص هفرج عنكم بكفاله لحين نظر القضيه. واحنا لو كان معانا فلوس كنا هنقعد على البحر برضه فندم. يفرج عنهم بضمان محل اقامتهم. اتكلوا على الله. روح يا شيخ، ربنا يخليك. ربنا ما يوقعك في دقيقه ابدا يا سعاده البيه. انت رجل، انت رجل والرجال قليل. احنا لازم نتجوز. الشبكه والمهر عليكم، والنجف والمطبخ والستاير، ده غير الملبس والشربات. الله، ده ايه يا وليد؟ ده تعجيز بقى. الله، مش ابنك بيشتغل في المينا؟ ده غير ريع الدكان. ده قر بقى، قر يا اختي. طب ما بنتك موظفه وبتقبض قد كده غير شغلها في المدرسه. قولوا بقى انكم باصين لفلوس البنت، ناقص كمان انها تصرف على البيت. وما تصرفش ليه يا حبيبتي؟ مش كفايه ابني هيلمها بعد ما دارت معاها ايام وليالي؟ يلمها منين يا حسره؟ مش هيبقى لاقي شقه الاول. والشقه لازم ايه يا غنايا؟ ما بيته مفتوح. اظن ما هتسكن معاكي. ايه؟ هو انا حاسره. فين البيره؟ ابخيت. ايوه بيره، بيره هنا خمسه بيره. لم لسانك يا عزيزه. يا اختي لموا بنتكم الاول. خلاص بقى مدى عزيزه. اسكتي بقى يا مرات ابويا. يعني انت ارضيك الوليه دي تطول لسانها عليا؟ معلش معلش، استحملي عشان خاطر انا. نعم تستحملي. ده يا عمر. عمر زي بعض، ده هتردعلي. مالناش دعوه احنا يا بخيت. ايه يا اختي ايه؟ مش عايزاه يدافع عن امه؟ اشترطيه من دلوقتي؟ لا لا لا، بلاش كده. ايه؟ بلاش شغل الحموات ده معايا، بلاش. نعم انت سكت لها بخيت؟ اضربها بالقلم قالت الادب اللي ما تربطش دي. يا انت مين يا وليه؟ مجنونه انت؟ انا مجنونه يا بنتين مجنونه. طلبكم عندي يا بهوات، كل حاجه عندي. خلي بالك من المحل هلا. اتفضلوا اتفضلوا يا بهوات، اتفضلوا اتفضلوا يا مدام. دي عربيتي والله. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا، اركبوا اتفضلوا اركبوا. شمس وهوا ولا في الاحلام. اخر تمام، ايه رايكم بقى؟
لك كويس. ايه حاجه مالك؟ سلامتك. مش اي حاجه، مش اي حاجه. سلامتك. مفيش اي حاجه. ما فين الشقه؟ الشقه اهي. دي عيشة فراخ. الله، انت مش قلت مطرح واحد يكفي؟ بس المهم الشمس والهواء. اه، ودي ايجارها قد ايه؟ ده عشان خاطر كنتوا بقى، ايجارها 250 جنيه في الشهر غير الخلو. 250 جنيه غير الخلو؟ ايوه. انا بقول بقى نأجل حكايه الشمس والهواء دي لبعدين، ونشوف مكان يسترنا لغايه ما ربنا يسهلها. هو بدروم؟ بس دمه خفيف. اتفضلوا اتفضلوا. هو احنا لسه هننزل اكتر من كده؟ احنا عايزين شقه مش تربه يا معلم. تربه ايه؟ طلع اللي عايش فيك. وانت تقدر على ثمن التربه؟ اي اي. سلامتك من قولت اي يا حبيبتي. انا بخاف قوي من الضلمه يا بخيت. خافي خافي ازاي وانا جنبيكي؟ يا مش هتسيبني ابدا. عمري ما هسيبك. فين الكنيف؟ فين ال 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 الأوضة فين؟ شوف بقى، الحكاية بسيطة أوي. هما بتوع المجال هيجوا ينزهوا الطفح ده وكل شيء يبقى تمام. إيه رأيكم بقى؟ عجبتكم الشقة؟ إيه؟ في إيه؟ هي ما عجبتكمش ولا إيه؟ انا بقول بقى نهجل حكايه الجواز دي كلها لغايه الظروف ما تتعدل. لو هنستنى لغايه ما الظروف تتعدل يبقى مش هنتجوز ابدا. سيرها طفرة موت يا حمار. انتخبوا الراجل الحر، انتخبوا رجل المبادئ، صاحب المبادئ انتخبوه. الراجل الحر، انتخبوا الراجل الحر، انتخبوا الراجل الحر، رجل المبادئ. ما وراهمش غير النكد. العيب في الظروف اللي بتخلي الشرفة اللي زينا مش عارفين يعيشوا. لو انت صادقه، العيب فينا احنا اللي ما بنحاولش نغير ظروفنا. عرفت يا ابروات ان 18 الشهر الجاي اجازه؟ اشمعنى؟ انتخابات مجلس الشعب وهيعملوا هنا في المدرسه لجنه. انا عمري في حياتي ما انتخبت. يبقى ما تلوميش الظروف بقى، احنا اللي سلبيين، بنضيع حقنا وبعدين نرجع نشتكي. ما عندناش سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. اللي انا مش فاهمان ايه اللي يخلي الناس تتصربع على طولها مجلس الشعب؟ عشان الحصانه يا حبيبتي. لا يا حبيبتي، مش الحصانه وبس، اللي بيخش المجلس بتبقى امه دعيان، مركز قباها وقيمه وسيمه، ده غير بقى الشقق والعربيات والامتيازات اللي بالهبل. هو ايه الشروط اللي بيطلبوها عشان الواحد يرشح نفسه؟ حضره الوكيله. استاذ عجيله، اعلان المحكمه ده جالك. عندي جلسة أداب الأسبوع الجاي. أنا مضطرة أخطب مدير المنطقة التعليمية، واعتبر نفسك موقوف عن العمل لحد ما تخلص الحكاية دي. بقول لك إيه يا عم مقصود؟ تعالى بيومي، أنا عايز أكلمكم في موضوع. هل ممكن نعمل جمعية مع بعض؟ بس أنا بصراحة داخل على جواز. فيهاش حاجة إلا من ساعد بعض. ألف مبروك يا بخيت. ربنا يكرمكم، ربنا يكرمكم يا رب. ماشي ماشي. تخش معايا جمعية خميس؟ جمعية؟ بقى بتشتغل في المخازن ومش عارف تدبر حالك؟ قصدك إيه؟ صحيح، ما أنت شلح. إيه شلح دي؟ يعني عصفور. بقولك إيه؟ ما بحبش الترسين. مالها المخازن؟ فيها حاجة؟ فيها وفيها وفيها. آخر حلبسة. حلبسة؟ آه. نه وشفط وتبديد. انا تحت ايدي مستندات وزون صرف وتقارير استلام وبضاعه داخله وبضاعه رايحه وبضاعه جايه وبضاعه واقفه وبضاعه نايمه. هتقريبا كل بضاعه جديده تيجي يمضوني ويوزعوني، وانا فرحان قوي عشان بزوغ وباخد اوفر تايم. هش، وطي صوتك. اوطي صوتي ليه؟ هو انا اللي بسرق؟ انا كده طمنت لك يا رفيق. رفيق مين؟ انت. انا مش برافي حد. انت رفيق يعني زميل. انت متاكد؟ ايوه جدع. توقفوا في حاجه. لا رفيق. يعيش رسمي بيه نصير العمال، يعيش رسمي بيه نصير العمال، يعيش رسمي بيه نصير العمال، يعيش رسمي بيه نصير العمال.
أصدقائي وزملائي العمال، أوعدكم لما أنجح وأخش المجلس، وده بفضل الله وبفضل ثقتكم فيا، أوعدكم أن أجعل من هذا المصنع صرحاً وفخراً للصناعة الوطنية، وأوعدكم أن ألبي كل طلباتكم ومتطلباتكم العمالية، والله ولي التوفيق. شكراً. فرصة وهو داخل انتخابات، تقدر تكلمه؟ وكلم أبوه كمان. فين المستندات؟ ده كلام خطير جدا، أنا مش قادر أصدق إن الحاجات دي ممكن تحصل في الشركة عندي. أنت متأكد من الكلام ده؟ طبعا رسمي بيه متأكد، والمستندات هي اللي تثبت كلامي، وعلى العموم سيادتك ممكن برضه تعمل جرد وتحقيق وتتأكد بنفسك. على أي حال أنا متشكر جدا إنك أنت جبت لي المعلومات دي. أنت مثال العامل الشريف النزيه، تستحق مكافأة كبيرة جدا. يا باشا أنا عملت الواجب مش أكتر. طيب. إنما لو سيادتك مصمم، أنا أصلي مقدم على سلفية عشان داخل على جواز. أوي أوي، اكتب الطلب وأنا هوافق لك عليه فورا. مش بس كده، ده أنا هرقيك كمان، هنقلك الورش عشان أبعدك عن الجو الفاسد بتاع المخازن ده. يا باشا اللي بتعمله ده كتير، أنا يعني ربنا يخليك، ربنا يخليك لمصر. شكرا أوي أوي أوي. أنت قلت لي اسمك إيه؟ بخيت يا فندم، بخيت حنيدق الميطل. بخيت حنيدق حنيدق يا فندم، حنيدق هي بتتكتب قاف انما تقال الف، بخيت حنيدق المهيطل. حنيدق. طيب على نوم تقدر تمشي انت دلوقتي، وبعدين ارجوك اما توصل لاي معلومات تيجي بلغاني فورا. تمام. وبعدين في حاجه مهمه لازم تعرفها، انا باب مكتبي مفتوح لك في اي وقت. يا باشا النهارده تاكدت ان في امل، في امل في البلد دي تبقى كويسه، طول ما امثالك موجودين. ربنا يخليك، ربنا يحفظك لمصر، ربنا يكتر من امثالك، ربنا نجحك في الانتخابات. عارف حضرتك؟ روح يا شيخ، روح روح. مرزوق وصل لي المخازن فورا. سبع ولا ضبح؟ سبع طبعا، رسمي بيه ده راجل هايل، راجل عظيم، تخيل وافق لي على السلفه وهيرقيني كمان. والحلابسة اللي في المخازن هيعمل فيها ايه؟ ماليش. مش بقولك انك شلح. استنى هنا اخيرا، انت رايح فين؟ الباشا قال لي بابه مفتوح لي في اي وقت، فابعد انت عشان ما تتاذيش. ها استنى هنا اخينا. الله، المعلومات دي لو كانت وصلت لمجلس الاداره كنا روحنا كلنا في داهيه. مين دول؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت ازاي تدخل البني ادم ده عليا من غير استئذان؟ اه سعاده الباشا. استنى بس، استنى، اصل انا كنت عايز اعرف هتعمل ايه سيادتك في موضوع المخازن. طيب هكلمك بعدين. نعم، انت مش اتنقلت الورش، عايز ايه تاني؟ انا كنت بسال بس، يعني مش انت ما تسالش، ده مش شغلك. انت تنزل من هنا على الورش على طول. موضوع المخازن ده مالكش دعوه بيه خالص. ازاي بس يا باشا؟ ده مال عام. وانت مال اهلك؟ الله، اما انت راجل قليل الادب صحيح، امال مال اهلك انت؟ ازاي ولد انت تكلمني بالطريقه دي قصاد الوقاحه بتاعتك دي؟ مفيش سلفه. وانا مش طالب سلفه، انا طالب تحقيق بقى بصراحه. كده عظيم. مرزوق، امر اداري فورا بوقف الولد اللي اسمه حنيده ده عن العمل واحالته للتحقيق. مبسوط حضرتك؟ اتفضل بره بره. روح يا شيخ، ربنا يخرب بيتك، ربنا سقطك في الانتخابات. امشي بره، ربنا خلص مصر من امثالك. والحق مش عليك، عارف؟ ما انت حرام. هقول لك ايه، انا بقى هفرجك يا رسمي بيه. حرامي امشي عشانك حراميه. انبسطتي بجد؟ مبروك على البحر على طول. سلميلي على بابي ومامي واختك سناء. ها تليفونات شغلك قوي يا انسه حديده. جلال ابقى احطها معاك في قوائم الانتخابات. تحت امرك يا سويف. تعملي ايه؟ حبيبي ايه؟ انا مش مبسوط من شغلك خالص يا سويف. يا فندم بس مش كلام فارغ، تعالي ورايا. تعالى عوض، تعالى. عصبي قوي مزود حنين. اصل شغله كتير.
ده لانه نازل خدمة للشعب. ربنا يكون في عونه، باين عليه انسان محترم قوي. ناهد محترم ومحترم قوي قوي قوي. واللي يخلص له ياخد منه عليه. سعر معقول. استاذ حبيبي احنا ناس على قدنا وما حلتناش حاجه. ما تضايقيش نفسك، انت لو اتفرغتي للشركه وركزتي معايا مرتبك هيزيد وتقدري تجيبي شقه بالتقسيط. ايه ده ايه ده؟ انت متاكده ان ما عندكيش مشاكل تاني؟ اتكلمي يا حبيبتي انا زي اخوكي. طب بس خلاص 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 كفايه شغل كده النهارده، لم حاجتك وتعالى اوصلك معايا في السكه وبالمره تحكي لي يمكن اقدر اساعدك. باين عليك كلك مشاكل. قضية أداب؟ لا حول الله يا رب. وشرفك يا سعادة البي، أنا مصدومة ما عملتش حاجة. أنا كنت قاعدة أنا وبخيت على البحر وفجأة. هتقولي لي بس ولا يهمك، ولا تحملي هم، بكرة الصبح أبعت لك المحامي بتاعي يحضر معاك الجلسة. ربنا يخليك يا سعادة البي، مش عارفة أشكرك إزاي. بس مش كان فارغ، عيب. أنا كده احب اسند الناس اللي معايا، بعتبر كل الموظفين اللي عندي زي عيلتي بالظبط. ايه في ايه مسلح بيه؟ ازاي دي كانت فايده عن بالي؟ هي ايه؟ انت بنت حلال يا عديله، عندي شقه هنا كنت مديها لواحد صاحبي اتجوز فيها وسافر، كنت ناسيها خالص. خديها اهو، دي بقى تقدري تدفعي تمنها براحتك. تحبي تشوفيها دلوقت؟ بس الوقت متاخر، ما تخليها لبكره يا موسي الحبيب. مفيش حاجه بتستنى، حلاوتها في حموتها. مفيش احسن من كده. جميله قوي، بس دي كبيره قوي قوي علينا يا ستي. بكره تخلفوا الاولاد يملوها، انا كده احب الناس بتوعي يتمتعوا. بس دي تلاقيها عايزه فلوس كتير قوي قوي. لا ما تحمليش هم الفلوس، ما تغلاش عليك. اللي بنا غيرت عن بكره. ميرسي يا مس الهدية. اعملك عدا بكره؟ لا استاذن بخيت الاول. بتحبيه؟ طبعا. يا بخته بيكي، ربنا يخليكوا لبعض. متشكره قوي يا مسلحي بيه. تعالي افرجك على بيت شقيكم. بسم الله عليك. بسم الله عليك. ياه، دي تلاقيها اكتر من 5000 جنيه بكتير. عجبتك؟ حلوه حلوه قوي قوي. ده انت الحلوه ماما. حلوة قوي ورقيقة قوي. مسلح بيه؟ ايه؟ مالك بتعمل كده ليه؟ ما تلم نفسك كده شوية. الله. ايه؟ طب اهو 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 اهو. انت مش بتحبي خطيبك؟ اه طبعا بحبه قوي قوي. مالك؟ طب ما خصلها ليه؟ عايز نعمل ايه يعني؟ يا ماما مش المفروض تساعد الراجل اللي يبقى عنده شقة حلوة زي دي؟ اساعده ازاي؟ انت اتجننت؟ انا اللي اتجننت؟ هو في راجل الايام دي يعرف يصرف على بيته؟ لازم له راجل تاني يساعده. يا خيبتك يا خيبتك يا عديلة يا خيبتك. ده انت بقى مش عايز لك سكرتيرة يا اخويا، ده انت عايز حاجة تانية. اه طبعا فهمتيها بقى. لا عايز حاجه تانية. لا مش كده. ايه ما تنسيش يا عمك. يا نهارك اسود. تعال تعال افتح لي الباب بسرعه بدل ما تصوت. قول المعالق وامك لا اله الا الله. يا
اللي عملتيه ده يا بت؟ بتشرطيني؟ اقول لهم في البيت ايه؟ تطعيم؟ عايز صوتي؟ صوتي. شوف يا سكاكيه، اولا انت هنا في بيتي، ثانيا جايه معايا برجليك يعني بكيفك وبمزاجك، وفوق ده وده بقى عندك قضيه ادب يا سكاكيه ما حدش هيصدقك. صوتي صوتي يا حبيبتي. ايه؟ اقطعك؟ لا عارفه ان انا زباله هبهدلك. بحب البهدله. اهو يا ابن الكلب يا ابن الكلب يا بتاعت السواد يا هدوء يا جلب يا بتاعت البحر يا رب المحاكم يا هم. يلا يا ابن الكلب. بحب الورد برضه. اديني بوسه بس ما تمشي. اتفو عليك وعلى شكلك. اتفو عليك وعلى يا عيني يا عيني. اهدي بقى عشان ورانا مشاوير. اسكت بقى تعبتني تعب يا بنت المتضايقه تاني. ده شعرك؟ شعري بيعمل خضة. يا امي ما هسيبك لو جابوا لك ده. انا هعمله صينيه بطاطس واعزم عليك اصحابي. يلا بقى شد شعرك شرشحين كل ودي. يلا تموتي مالك؟ انا الحق علي، الحق علي، مش عايزك تتعدي مني. تعدي تعيانه؟ عندك اسمه ايه ده؟ بوستيني ليه؟ ممكن تديني اسبوع واحد اتعالج واجيلك بنفسي. هو ده بيتعالج يا ماما؟ قالوا لي اني اخف. ربنا يسهل طريقك. الباب عند الجزمه والشط، الشط على الباب، مفتاح الشفونيره. يلا. انت زعلان مني؟ كفايه مرمطه يا ماما. انت مبسوط؟ ربنا يوفقك. يلا يلا يا ماما. ما تجيش بقى. متشكرة. لا ما تجيش خالص يا اجازة بره. يلا يا ماما. تصبح على خير. هيجي منين الخير؟ بخير يا ليلى يا مهندس. عديلة عايزة منوك. يا فندم. ايوه. امال فين شريكتك؟ زمانها جاي يا فندم. اصل هي دايما كده تحب تتأخر. ما انت عارف بقى الستات ودلعها بقى. هجيب اي محامي من بره. انا عديله جت اهي. عديله اهي. يا عديله اتاخرت ليه؟ مواصلات. ما انت عارف يا بخيت المواصلات. جبت معاك محامي؟ انا افتكرتك انت اتصرفت. ايه مالك عديله؟ انا اتبهدلت، اتبهدلت قوي من غيرك يا بخيت. طب بس ما تعطيش، ما تعطيش حبيبتي. ما تسيبنيش تاني يا بخيت. مش هسيبك، عمري ما هسيبك يعني. بتحبني بجد؟ الا بحبك. ده انا بموت فيك يا عدي. انا كمان بموت فيك. الله الله يا استاذ يا استاذ. ايوه. ايه مش مكفيكم البحر والرملة جايين تكملوا هنا؟ سيادة القاضي، نحن أبرياء من هذه التهمة. براءة الذئب من دم ابن يعقوب. إن هذه الفتاة خطيبتي. أيوة بس أنا مش شايف دبل في إيديكم. ما هو باعتبار ما سيكون. سيادة الرئيس، حضرات المستشارين، نحن نطالب البراءة ولا شيء غير براءة. انظروا معي وحكموا ضمائركم إلى هذه الفتاة. انظروا معي إلى هذا الوجه الملائكي البريء. هل يمكن لهذا الوجه الملائكي أن يرتكب مثل هذه الفعلة النكراء؟ انظروا. ملك صندوق. شوف يا جدع أنت، أنا هأجل لكم القضية لحد ما تلاقوا محامي يترافع عنكم. رفع الكاس. اتصوت واصرخ واخربش واعد فيه لغايه ما سابني. انا اتبهدلت قوي يا بخيت. انا هروح اقتله. لا لا يا بخيت، احنا مش قدهم. طيب
عمرنا ما هنتجوز أبدا. إن شاء الله هنلاقي حل. إزاي بس؟ دي مقفلة من كل ناحية. ضروري هنلاقي حل. بخيت. بأي شكل هنلاقي لها حل. بخيت. بخيت إحنا مش ناقصين قضية أدب تانية. عالي قوي قوي بخيت. افرض يا حبيبي حد طب علينا. مين هيطب دلوقتي؟ هنقول له ايه؟ قول انت مين؟ انا محمد بيه. اقفل لا مؤاخذه. مين محمد بيه ده؟ معرفش. حضرتك صاحب عباس بيه؟ ايوه صاحب عباس بيه. اقفل لا مؤاخذه. دي ليك. ايه دي؟ مش عارف، انما الزهر عليها ساعة كده. ساعة؟ عيالك عاملين ايه؟ كويسين. كويسين؟ خد ربع جنيه اهو، هات لهم لحمة وشوية فاكهة وشوية حاجات كده، نغنيشهم يعني. عباس بيه ما بيجيش هنا غير يوم الاثنين، وبيمشي بدري اكمنه متجوز، وأنا هنا بقى في حراسة على طول. أنت خدمت فين قبل اسكندرية؟ طنطا. طنطا. طيب، خلي بالك ها؟ هخلي بالي. من هناك اخيرا اتحلت ازمه السكن يا عديله. يا سلام. يعني عقبال الظروف ما تتعدل. الظروف عمرها ما هتتعدل لوحدها يا خيط. الناس هي اللي بتسكت على حقوقها. صح. الناس هم اللي لازم يغيروا ظروفهم. طبعا. تعرف لو انتخبنا مرشحين عادلين كانوا ممكن دافعوا عننا وعن حقوقنا. العيب فينا بخيت، احنا اللي بنتساهل في حقوقنا وبعدين نرجع نشتكي ونعيط. نعيط. بخيت، انت امتى اخر مره رحت انتخبت؟ امتى اخر مره رحت انتخبت؟ مالك يا بت، تعيانة ولا ايه؟ انتخابات ايه؟ مالي ازاي؟ مالنا ازاي؟ انت مش قادر تفهم ان ازمتنا دي جزء من مشكلة المجتمع ككل. طب هي وصلت للمجتمع؟ دي ليلة من هيلة بستين نيلة. ايوه، مجتمع بايظ محتاج لإصلاح على قد الناس عندها وعي سياسي وحس بمشاكل الناس. مالك يا بت؟ احنا مالنا احنا مال السياسة؟ انت سلبي وجاهل وما عندكش السوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. مين؟ سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. انا ما عنديش شنشة في طنشة. كنت بتهنشن؟ ايوه. يعني ايه؟ يعني سلبي وجاهل، وانا خلاص من بعد النهارده اللي هبقى سلبيه ولا جهل. ايه هتعمل ايه يعني؟ هرشح نفسي في مجلس الشعب. مجلس الشعب. مجلس الشعب ايه؟ تضحك على ايه؟ يعني هم اللي بيرشحوا نفسهم دول احسن مني في ايه؟ هم رجاله، لكن انت ست هتتبهدلي. قول بقى انك غيران مني. الله، وهغير منك ليه؟ انت هتسقطي بالثلث. انا انجح واكسب مليون راجل زيك وهتشوف. بقول لك ايه، ما بلاش ترشح نفسك في مجلس الشعب، انت رشح نفسك في مورستان احسن.
كده؟ طيب يا بخيت. هي ليلة من ليلة بستين نيلة. اللي أنا مش قادر أفهمه، ليه واحد زي رسمي بيه يرشح نفسه في الانتخابات؟ يا ابني يا رفيقي، عدوية المجلس لها مزايا كتير، سلطة، عزوة، حصانة، ده غير بقى العربيات والكباين اللي على البحر والشقق واللي 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 شقق. نفسي مرة واحدة حد مننا يمثلنا بجد. وهي شروط الترشيح؟ أبدا، إنك تكون من أب مصري، سنك ما يقلش عن 30 سنة، وبتعرف تقرا وتكتب، ده غير مبلغ التأمين 200 جنيه بس. شقة ب 200 جنيه بتقول ايه؟ الله يسهل. كويس قوي ان احنا جينا الاول كده، ضمننا رمز الجمال. مبروك يا بخيت. الله يبارك فيك. وده مين المهم ده؟ ده الحاج فتح الله المحامي. وده بقى واصل عبد الحميد مرشح الحزب. ده بانه واصل قوي. لا ده فئات مالناش دعوه بيه. انت بتعمل ايه هنا؟ انت رشحت نفسك؟ ايوه رشحت نفسي عشان اثبت لك ان انا لا سلبي ولا جاهل، وان انا عندي فنش 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 فنش، انا اقدر اكسب انتخابات عنك. ده بعيد عن شنبك، احنا هنكسبها باذن الله. هي لسه نازله ايه؟ في ايه؟ واحنا عمال يعني ملوش تنافس. الاخ خميس رفيق كادر قديم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. نمره 33 و34. اوعى اوعى. انت جردل وانت كنكه. انا كنكه؟ لا طبعا انا مش كنكه. ويعني انا اللي جردل؟ الاستاذ مش جردل. وبعدين انا جاي هنا من الاول، ومن حقي بقى رمز الجمل. والله ده اللي عندنا، عاجبكم عاجبكم، مش عاجبكم روح اشتكوا المستشار وزاره العدل، وبرضه هتفضل جردل وهي كنكه. وتفضلوا مع السلامه، ورانا اشغال تانيه. اللي بعده نمره 35 و36. ايها الاخوه العمال، لا تنسوا اخوكم الجردل، فانتم من الجردل والجردل منكم. اخواني واصدقائي، لا تنسوا بخيت حنيدة في المهيطل. شد حيلك. الله يقويك. ربنا يقويك. واحد اسمه رسمي بيه وراكب عربية مرسيدس ومرشح نفسه عمال. طب ازاي؟ اخواني حبايبي اصدقائي العمال، لا تعطوا اصواتكم الا لعامل مثلكم. اصواتكم امانة في اعناقكم، لا تعطوها لمرتشي او حرامي، بل اعطوها لاخوكم. يعيش رسمي بيه نصير العمال. 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 دي خريطة موقع المعركة اللي احنا داخلين عليها. معركة يا خميس؟ احنا هنحارب وماله؟ نضرب ونكسر وندبح كمان. لو انت تؤمر يا باشا، تحب تدبحهم لك كلهم؟ تدبح مين يا ابني؟ هي موقع حربية؟ دي موقع انتخابية. انت متأكد ان عضو المجلس بيبقى له شقة؟ قلت لك ايوه. احنا يا رفاق الطريق طويل ومليء بالاشواق. مخي تامر. اهلا يا تامر، تعال. اخ تامر كان معايا في المدرسه، صديق قديم يعني، بس المسائل لخبطت معاه شويه، بس ده عليه كويس قوي حقيقه. يعني لفي نحن نشرب بذلك. وقال لك ايه؟ بيقول ان هو يعني سوف يقف معانا بكل ما اوتي من قوه. لفي وسوف يبذل كل ما يملك من مال. لا 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 لا. ولن يتوانى عن اي تضحيه. خلاص يا حاج تامر، خلاص نرجع لمرجعنا. وعشان نستميل الجماهير العريضة لازم نقدم لهم برنامج عمل ثوري تحريضي تهيجي. ايوه تهيجي. انا احب قوي اهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير. انا اشكركم واوعدكم ان انا حبذل كل غالي ورخيص. يعيش بتاع الغالي والرخيص. يعيش بتاع الغالي والرخيص. يعيش بتاع الغالي والرخيص. يعيش بتاع الغالي والرخيص. اللي فيه جاسوس هاتوه.
الله لا 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 استنوا استنوا الاستاذ نزيه. ايه يا استاذ نزيه في خير؟ انا جاي من طرف الاستاذه عديله علشان نتفق على ميعاد علشان نتدارس امكانيه التحالف بيننا في الحمله الانتخابيه. قوي اتفضلوا في اي وقت. هنا ما ينفعش، الاجتماع ده لازم يتم على ارض محايده. ارض محايده يبقى ما فيش غير السطوح بتاع بيتنا. النظام النظام، احنا بنفتتح جلستنا هذه لبحث التحالف بين الرفيق بخيت حنيده المهيطل وبين الرفيقه عديله علي صندوق. انا بقترح ان احنا نوزع المناطق بيننا وكل واحد في المنطقه بتاعته يعمل دعايه لنفسه وللتاني كمان. انا موافق. انا مش موافق. انا مش ضماني انك انت مش هتعملي دعايه لنفسك في المنطقه بتاعتك اكتر مني. ده انت مخوننا بقى بصراحه. انا اقترح ايه؟ اقترح ايه؟ ايوه اقترح ان كل مرشح يبعت مندوب في منطقه المرشح الثاني عشان يتاكد من الدعايه. انا موافق. وانا موافق. انا هاخد المينا وحلقه السمك والانفوشي والمنشيه. يا سلام، وانا هيفضل لي ايه بقى؟ انا وانت ايه اللي هيحشرك في وسط الرجاله بنت الناس؟ وانت ايه اللي هيوديك زنقه الستات؟ نظار كده مش هنتفق. ان شاء الله عاملين ما اتفقنا. ايه رايك؟ اشيشني لينا. يلا بينا. بينا نزيل. جرام هيطل، جرام صندوق. طب اعمل اعتبار للراجل المحترم اللي معانا ده. انا من رايي ان احنا نتجاوز شويه على الخلافات بتاعتنا. مش كده ولا ايه يا رفيق نزيل؟ انا مش عايز اسمع خالص، لان انا من الاول رافض هذا التحالف. لكن الاستاذه عديله ممكن تسمع. انا من رايي ان احنا نعمل حمله دعائيه مشتركه، وبالشكل ده نوفر فلوس ونكبر الحمله. انا موافق. فهب حلاله عليه. انا موافق بس بشرط يكتب على اليوفط انتخبوا بخيت وعديله. وليه ما يتكتبش على اليوفط انتخبوا عديله وبخيت؟ لا ما عشان انا الراجل وانا الست والذوق بيقول ليدس فيرست. ايه الذوق ده؟ تعال تعلميني الذوق يا بنت صندوق. جرائيه مهيطل، انت جاي تهزاني قدام انصاري؟ الله 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 الله، احنا الزار كده مش هنتفق. ان شاء الله عنينا ما اتفقنا. لينا لينا. يلا بينا بينا نزيل. يا رفاق يا رفاق، حلها بسيط، انتوا النص الاول وانت النص الاول. يا جماعه قبل ما نتخانق، حد فيكم فكر هنجيب فلوس الدعايه منين؟ لقيتها لقيتها. احنا نعتمد على الجماهير، نفتح باب التبرعات. ايه هنشحت من اولها خميس؟ انا مدكنه قرشين ممكن احطهم كلهم. انت متاكد ان فيها شقه؟ وانا عامل جمعيه، على قد ما تحطي هحط انا كمان. خلاص من بكره نبدا الحمله الدعائيه. مبروك يا بخي. مبروك علي. نحن علينا نحن علينا. يعيش تعارف الجرد المعكركة. يعيش تعارف الجرد المعكركة. نحن علينا نحن علينا. نحن علينا. يعيش تعارف الجرد المعكركة. يعيش تعارف الجرد المعكركة. اعلي بالصورة دي شوية. لو تضيع يعني خلاص. مش كده مش كده يا نزيه، هياخدوا بالهم. شوية من الخباسة مش كده. في الشيء اللي في الشيء. في الشيء في اللي هنا. خيط. أيوة. الرفيق عبده ملابيعه. اهلا وسهلا. عبدو مين؟ ملابيعه. اهلا اخويا. اشهر مؤلف اغاني، متحمس جدا انه يقول لك شويه شعارات. مهاود مسجاره. اتفضل يا استاذ ملابيعه. اتفضل اخويا. قول له قول. حط فيشه على فيشه والمهيطل زيه ما فيش. الله الله الله، واحد شاي عين الكتكوت هنا وسكر بره. عديله يا عديله، انت حقيقي حلوه جميله. اديله سجاره. لا ما وخدت في السكه. الراجل الحق يحب الحق، والمهيطل دايما على حق. الراجل الحق يحب الحق ورسمي بيه. الراجل الحق. الراجل الحق يحب الحق ورسمي بيه. الراجل الحق. الراجل الحق. انت بتدينا اشعارات مستعمله مغشوش يالا؟ مش على قد فلوسكم. انت فاكر نفسك انت بس اللي بتعرف تالف؟ احنا كمان بنعرف نالف. الاسفلت منور ليه المهيطل ماشي عليه؟ الاسفلت منور ليه المهيطل ماشي عليه؟ ورسمي بيه راجل الحق. الراجل الحق يحب الحق ورسمي بيه راجل الحق. الراجل الحق يحب الحق ورسمي بيه راجل الحق. الاسفلت منور ليه المهيطل ماشي عليه؟ الاسفلت منور ليه المهيطل ماشي عليه؟ عشان مهيج الجماهير. عشان مهيج الجماهير. عشان مهيج الجماهير.
فين بقيه الزملاء؟ بخيت اصحى يا بخيت، اصحى يا سياده النائب. عاش مهيج الجماهير. اهدى انت هتنام تاني يا بخيت، ده احنا بقينا الضغط. عاش المهيج. ايه يا بخيت؟ صباح الخير يا ام. صباح النور يا ضنايا، انت بتحلم ولا ايه؟ ما تفوق عمي مفشفش. يا ضنايا يا ابني معلش، تعيش وتاخد غيرها، بس ان شاء الله ربنا هينصرك على مين يا عدي. اما راح اعمل لك الشاي. المهيطة اليابة. خد يا معلم، علق لنا الصورة دي جوه. من عينيا. خد قال علق الصورة دي جوه في حتة نور. حاضر يا معلم. وقول لرسم بيه احنا في الخدمة. وانت خد يا بخي افتح الباب عشان ايدي مش فاضية. شفت؟ شفت الراجل الدلالي ايه ده 5000 جنيه للمعلم بتاع القهوة علشان يشيل يوفاتنا ويحط يوفات رسمي. 5000 جنيه؟ ايوه. يديني نصهم وانا اكتبهم له كمان بنفسي. خيانة! ايه ده يا بخيت؟ بعتنا؟ بعت القضية من ورايا يا بخيت؟ ايه اللي جاب الثورة دي هنا؟ اهلا 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 بالانصار. اهلا اهلا. ايه ياما اللي انت معلقاه ده؟ ايه؟ دي نتائج يا ضنايا مكتوب فيها مواعيد الصلاة. كانوا ايه بيفرقوهم كده على الجيران. انا بقى ما سبتهمش الا ما خدت منهم 3 بلوشي. بلوشي فالحة ياما، لو كل النخابين زيك هنضمن نسقط بيه 3. احنا لازم نعمل كام صوان كبير نلم فيهم الناس. انت بتخرف بتقول ايه؟ السرادق الواحد هيتكلف كذا 1000. امال هنلتقي بالجماهير ازاي؟ نحن الاهلي. والله بيتكلم كلام مظبوط. وليه؟ قول يعني بدري احنا ما نكلف نفسينا ونعمل صوان، نستغل الصوانات بتاعت المرشحين التانيين. نحن الاهلي. بالظبط كده. الشريعة يا اخواني هي الحل. وسأعمل يا اخواني على ترميم المساجد ونشر الدعوة، زيادة التعليم الديني في كل المدارس والجامعات. تسقط الحكومة الغاشمة، تسقط المعارضة الخائنة، والويل للكفرة. إخواني المسلمين، أخواتي المسلمات، هذا الرجل يدعو لترميم المساجد، وهذا لا يكفي. فإذا كانت القاهرة بلد 1000 مئذنة، فلتكن الأسكندرية بلد 5 مليون مئذنة. الله أكبر يا بخيل. الله أكبر يا بخيل. الله أكبر يا عديلة. الله أكبر يا عديلة. إيه ده؟ من سمح لهما بالكلام؟ نحن نطالب بمناظرة إسلامية بيننا وبينكم، والأمر شورى لأمة الإسلام. اخرصي يا فاجرة، لعن الله المرأة المتبرجة والناشز، وخابت جماعة ولت عليها النزاع. اطردوهم برا، اطردوا الزنادقة دول برا. من منا زنديق؟ هذا الرجل يدعو إلى نشر التعليم الديني، وهذا لا يكفي. نحن نطالب بغلق جميع المدارس والجامعات لأنها تفتن الشباب. هذا الرجل يدعو لمنع البيرة والخمر، وهذا لا يكفي. نحن نطالب بمنع البيرة والخمر والمياه المعدنية والكازوزة والعصائر، خصوصا عصير القصب. ونريد منع أيضا السينما والمسرح والتلفزيون والسلمون والبسطرمة، وتجنب الفول المدمس لأنه يفسد العقول. والله ولي التوفيق. الله أكبر يا بخيل. الله أكبر يا بخيل. الله أكبر يا عديلة. الله أكبر يا عديلة. ادعي عليكم دعوه اجيب اجالكم. دول داخلين علينا. خرجونا من هنا. اثبتوا يا نساء. الموضوع محتاج تراجع تكتيكي. تكتيكي؟ انسحاب. يسعدنا ويشرفنا
بأن يكون بيننا ثلاثة من السادة الوزراء المخلصين جاءوا خسيسا لمعاصرة أبناء الإسكندرية البررة، الأستاذ الدكتور واصل عبد الحميد، ورجل المواقف والمبادئ الأستاذ رسمي الواثق. أنا مش هقول وأقول، إحنا بتوع مشاريع كلها لخدمة أهالي اسكندرية، وكمان مش هتكلم عنها، هسيب السادة الوزراء هم اللي يتكلموا عنها ويقولوا إزاي هينفذوها بعد ما ننجح في الانتخابات أنا والدكتور واصل إن شاء الله. عاش الجمل، عاش الهلال، عاش الجمل، عاش الهلال، عاش تحالف الجمل مع الهلال، عاش تحالف الجمل مع الهلال، عاش الجمل، عاش الهلال، عاش الجمل، عاش الهلال، عاش تحالف الجمل مع الهلال، عاش تحالف الجمل مع الهلال. بسم الله الرحمن الرحيم. عاشت الحكومة وتسقط المعارضة. يحيى الحزب الميري، يحيى الحزب الميري. شكرا شكرا. فلتحيوا معي المسؤولين الشرفاء، رجالات مصر الأوفياء، السادة الوزراء، حيوا معي. مين دول يا رسمي؟ ده ولد هلفوت بيشتغل عندي، نازل الانتخابات، أنا وقفته عن العمل، والبنت اللي معاه دي نازلة فئات. فليحيا الوزراء الأحرار. على إذنك بس يا سيادة الوزير. الجردل والكنكة يا إخواني في صف الحكومة، فانتخبوهم وانتخبوها، وعاش التحالف مع الحكومة. عاش الجردل، تحيا الكنكة، عاش الجردل، تحيا الكنكة. أقولك إيه، نزلوا الهلافيت دول إن شاء الله بالقوة. لا لا، بلاش العنف ده والوزراء قاعدين. نحن نطالب بمناظرة ديمقراطية أمام الجماهير لتعرفوا من هو الأقدر بالدفاع عن الحكومة، نحن أم هؤلاء. عاشت حكومة الشعب، وعاش شعب الحكومة. فالحكومة يا إخواني لابد لها من شعب تحكمه، والشعب لابد له من حكومة تشكمه. فهنيئا للحكومة بالشعب، وهنيئا للشعب بالحكومة. عاشت الحكومة للشعب، وعاش الشعب من أجل الحكومة. ونحن نعلم جميعا أن الشرطة في خدمة الشعب. فحيوا معي رجال الشرطة الأحرار. عاش تحالف الشرطة مع الشعب، عاش تحالف الشرطة مع الشعب. الله أكبر والنصر للشرطة، الله أكبر والنصر للشرطة. المهيطة يا بلاش، بس الشرطة ما تحبسناش، المهيطة يا بلاش، بس الشرطة ما تحبسناش. يلا يلا. ايه ده؟ معقوله اللي بتقوله ده؟ ده اللي حصل. ايه في ايه يا نزيه؟ تعالي معايا. شفتي صورك انت بس؟ يا خرب بيتك يا عديله، هي دي الحمله يا نزيه اللي دفعت فيها دم قلبي؟ مفيش غيره اللي عملها. بخيت بخيت ضمك لصفه علشان يقضي عليكي نهائيا. ازاي انا ما فكرتش في الحكايه دي؟ بس اطمني ملحوقه.
بخيت. بخيت، عايزك في كلمتين. ايه في يا دي؟ هنا ما ينفعش، تعال الكابينة. هكمل دلوقتي، انا تعبان. هستناك في الكابينة وما تتأخرش. كنت عايز ايه؟ اخي الستات دول محدش يعرف مزاجهم ابدا. كنت عايز ايه والنبي؟ خلي بالك انت، بركة فيك خمس. خلي بالي وده وقته. يلا يا اخوانا، يلا الراجل راح يشوف حاله. انتوا خلصتوا الشوارع بتاعتكم ولا ايه؟ العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. يا نهار اسود، خيانه! انقذوا الثوره يا رفاق، اقضوا على الاستعمار والرجعيه والصهيونيه والجمهوريه. هجوم هجوم ورايا. حبكت يعني دلوقتي؟ ثواني واجهز لك يا جميل. ايه ده؟ في حاجه اتكسرت عندك؟ لسه، لكن هتتكسر ان شاء الله. الحمام منور ليه؟ المهيبه طالع عليه، طالع عليه، طالع عليه. المهيبه يا بلاش، واحد غيره ما ينفع. ايه ده؟ ده انت حالتك صعبة قوي. ثواني هحضرك يا سين. المراية طاقت، يلا خدت الشر وراحت. يلا بقى عدول عشان عندنا شغل. ها في ايه بقى؟ انا تخليهم يقطعوا صور يا بخيت؟ طب خد وقطعها ليه يا بنت الناس؟ ده انت فات وانا عمال، انا ماليش صالح. ايوه حطيت اكتر مني. ما هتطلع هيحصل يا حبيبتي؟ ده بعيد عن شنبك يا حبيبي. ربنا فرحانه بشويه الرابيح وكعك وسلازيه بتاعي. انت اللي فرحان بشويه السيئه اللي بتقعد معاهم على القهوه. انت شايبك في السياسه، تفهم ايه؟ انت يا دوبك كفايه عليك تفهم، تحط فيشه 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 فريزه، هو ده اللي تفهم فيه. ما تخليكي في حالك انت يا املا بتاعت المطالعه، ده انت يا دوب كفايه عليكي فتحه ونصبه. في ايه؟ فتحه ونصبه؟ اسمع ما اقول لك، انا ما يهمنيش اني اكسب، لكن يهمني اني اجيب اصوات اكتر منك علشان اذلك. اذلك وسط اصحابك. انت لو تجيب اصوات اكتر مني انا ارمي نفسي في البحر. ليه؟ مش مكسوف على دمك وهما مدينك الجردل؟ يا جردل ما تقليش ادبي ككنكة. مين فينا اللي بيقل ادب؟ فايتك. انا مش عايزه اشوف وشك، انا الحق على اني بعرف اشكال زيك. يلا بنت امشي من هنا، امشي من هنا. امشي منين؟ بتطردني في سرايه ابوك؟ امشي اطلع بره، ما تورينيش وشك. يعني انت اللي وشك اللي عادل، انت وشك يقطع الخميره من البيت يا بنت صندوق. انا اللي وشي يقطع الخميره من البيت يا مهيطل، يا تبن يا ندل يا سافل. بكرهك بكرهك يا بنت، قلت لك انا ماليش صالح بتاع تصور. بكرهك بكرهك، ما تبوسنيش. انا مش عايز ابوسك، انا عايز اقول لك ان في حد من مصلحته ان هو يوقع بينا بيتها. حسدونا يا بخيت، حسدونا. سامحني يا حبيبي. انا اللي عايزك تسامحني. خلاص من بكرة أنا هتنزل عن انتخابك. لا اوعي تتنازلي، أنا اللي هتنازل. أنا لا يا بخيت، وراء كل عظيم امرأة. لا هو وراء كل رجل. حبيبي Thank you.
ايوه حضرتك، احنا من طرف مرشح كبير قوي وعايز اتحالف مع الاستاذ عديله. والله احنا من حيث المبدا ما عندناش مانع، بس مين هو المرشح ده؟ اتفضل معانا وهيقابلك بنفسه. قوي قوي، بس على الله يكون الاتفاق مرضي. اتفضل اتفضل. احنا فين بالظبط؟ اتفضل حضرتك. لو سمحتوا انا ما عنديش وقت اضيعه، ثم احنا لينا شروط المرشح اللي هنتحالف معاه. انا احب الفت نظركم ان اللعبه الديمقراطيه تشترط ان تتم في اطار من المنافسه الشريفه النظيفه. بخيت وعديلة ما يتدخلوش في الانتخابات. هقول لهم اللعبة هم مش قدها. هقول لهم والله العظيم هقول لهم، انا خلاص بقيت تبع الحكومة. مش انت الحكومة؟ انا تبع المعارضة، انا تبع الاخوان، انا تبع الشيوعيين، بس انتوا قولوا لي انتوا تبع مين؟ تبع اللي تبعوا. تبع اللي تبعوا احسن ناس، احسن ناس تبع اللي تبعوا. تبع اللي تبعوا يا بلد، واحد غيره ما ينفع ناس. نزيه، مين اللي عمل فيك كده؟ تابعوا. مين تابعوا؟ تابع اللي تابعوا. ايدك معايا خميس نوديه المستشفى. احنا هنروح القسم ونعمل محضر ونعمل اثبات حاله ونكشف اعداء الثوره. ثوره ايه ده وقت يا خميس؟ انا خلاص تبت عن السياسه، تبت عن الانتخابات. انت كمان مالكيش دعوه بالانتخابات دي خالص. انا مش عايز اتجوزك، مش عايز حاجه من الدنيا. طب بس اهدى اهدى. طب انت مش فاكر اوصاف الناس اللي عملوا فيك كده؟ مش عايز افتكرهم، مش عايز افتكرهم. انا نسيته، انا كل اللي متاكد منه حاجه واحده بس، اسكندريه كلها بتكرهني. انا مكروه. هدي اعصابك واحكي لنا، احكي لنا ايه اللي حصل. هي كلمه ورد غطاها تبع اللي تابعوا، بيقول لكم لو ما بعدتوش عن الانتخابات هيحصل لكم قد اللي حصل لي 100 مره. اللهم قد بلغت، اللهم فشت. نزيه، موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي وكل من له النبي يصلي عليه. انا عايز تسقيفه جامده يا رجاله. لن يرهبنا الاعتداء ولا الضرب ولا القتل، ولكننا سنقاتل مهما كانت الظروف، ولن نستسلم ابدا. سوف نقاتل ونقاتل ونقاتل، لن ننسحب من المعركه مهما كانت الظروف. قد يضربوننا، قد يقتلوننا، ولكنهم لن يهزموننا. وصلي على جمال النبي. وفي واحد مرشح اخويا بيوزع لحمه. لحمه؟ يا شباب المينا، يا زهرة أهل اسكندرية،
انهضوا وضعوا يدكم في يدي وانا اعدكم ان انا سوف احل كل مشاكلكم. وارتقي بمستواكم الفكري والاستقامه. وارتقي بمستواكم الفكري والثقافه الاجتماعي. ايه؟ الفكري والثقافه. وارتقي بمستواكم الفكري والثقافي والاجتماعي. وان شاء الله سوف انقذكم من الصياعه اللي انتم فيها والتنطع على هاوي والتسقع في الشوارع. وكنت فين بقى حضرتك لما حصلت هزيمه 67؟ هزيمه مين؟ هزيمه 67. انا كنت في البلد بصراحه، وبعدين انا مالي ومال هزيمه 67؟ وانا اللي عاملها. ابويا اللي عاملها. مين؟ ابويا. يا ابراهيم، يا ابراهيم. يا جماعه احنا عايزين نبقى بهوات مع بعضينا وكلنا اخوه، احنا كلنا اخوه. جبتونا ورا بتوع السياسه يعني بتتمحلسوا للحكومه. انا يا كابتن مش بتاع الحكومه ولا حاجه. ويعني المعارضه اخوها عملت لنا ايه؟ دي معارضه كده وكده وبتقبض كمان. ده منظر واحد بيقبض برضه. بصراحه بقى انا لا بتاع حكومه ولا بتاع معارضه، انا بتاع الشقه. اخواني اسمعوني يا اخواني، سأعمل على تحقيق جميع مطالبكم، وسأعمل ايضا على التحقيق في اسباب نكسه 67، وسأعمل جاهدة على إلغاء الحكومة والمعارضة أيضا. كل ما أريده هو أصواتكم، أصواتكم معي يا إخواني. أصواتنا بس؟ ده احنا ندوك يا عينينا، عينينا والله. أنا كل ليك. احنا هنصوت معاك يا ست الكل، بس انت صوتينا شوية. طب حاسب بس الفطاسة. اسمعوني، أنا عندي كلام كتير مهم عايز أقوله لكم. احنا هننتخبك من غير كلام. أنا انتخبك من وسط ألف. بصراحة بقى بالصلاة على النبي انت مية مية. انا متشكرة قوي ليكم، انا بحب الشباب اللي زيكم، وان شاء الله هعمل على تحقيق كل تطلعاتكم. انت بتتطلع فين؟ ما تسيب النبي تلتحم بالجماهير يا اخي. ده مش التحام، ده اوتوبيس بقى بصراحة. جرائية بخيت، بلاش فضايح، انت جاي تتخنق مع الناخبين بتوعي؟ بصراحة بقى اللي هيلتحم اكتر من كده انا هدشدشه. هدشدش مين يا جدع انت؟ خليك في حالك لعورك. دلوع يا بخيت، دلوع مفشفشة. اتضح ان الالتحام بالجماهير ده حكاية صعبة جدا. بخيت. ايه؟ شفت مين وصل فين؟ ايوه يا عم، ماشي معاك حلاوه. ما تبطلوا قر بقى وسيبوا الناس تاكل عيش. المهم احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف يا عديل. ليه فين؟ زين انا فين؟ انا في الليليه. فين؟ في الليليه، في الليليه. دلوقتي؟ اه اجل بالك. ايه؟ ايه رايح فين؟ هقول لك بعدين. ايه الحته دي يا ده تامر؟ مولود انت هنا؟ حته عشوائيه. ها والله فكره، نعمل لنا قاعده جماهيريه هنا ونكسب اصوات. واحد قريبك هنا الكبير بتاع الحته دي، روح هات. انا هعمل جوله. ها بخيت حنيده المهيطه المرشح نفسي عن الدايره هنا. خيط حنيده المهيطه المرشح نفسه عمال عن الدايره بتاعتكم. امشي انا! امشي غور! امشي ازاي! بخيط حنيده المهيطه رمز الجرده. بخيط حنيده المهيطه رمز الجردل. احنا مالنا؟ مالناش دعوه بحد. لو سمحتي انا مرشح. ما ترشح ولا حتى تجيك مصيبه، جاتك نيله. لا انت فهماني غلط. اصل انا بتاع انتخابات. بس يا جمالات، انتخابات مين دي يا بس؟ ما اعرفهاش يا عم. ما فيش يا اخويا حد بالاسم ده. يلا طلع امشي من هنا، يلا شوف حالك. لا انت قصدك مش واخده بالك المساله. انت بقى جاي رايق وعايز تعاكي. لو راجل ابن راجل تقف مكانك يا حمار يا ابن الحمار. في عرض النبي؟ فكرني مش هعرفك، هتلففني وراك المنطقة. ليه؟ أنا أجيبك من وسط بيت حمار. ليه؟ يا جبان يا نت، فكرني مش هجيبك. يا ابني امشي عينيك، تعالى. الله، وبعدين هزعل منك كده.
عليكم. أنا بخيت المهيطم، برشح نفسي هنا في الدايرة، أنا من موريد بحري، أنا أبويا عامل زيكم، وجاي أدرس مشاكلكم على الطبيعة. هو واضح إن عندكم مشكلة نظافة، وفي مشكلة مية كمان، وفي مشكلة صرف صحي، واضح كمان إن عندكم أزمة مساكن. مفيش مستشفى هنا قريب، ها؟ مفيش مستوصف؟ مفيش مدرسة؟ والظاهر كمان إن عندكم مشاكل في الكلام. أنا عايزكم تتكلموا. ليه؟ عشان نحاول نحل مشاكلكم. ليه؟ عشان ظروفكم تتغير. ليه؟ اللي ليه ليه؟ أنا عارف إن في مرشحين جم قبل كده ووعدوكم بحاجات كتير ولحسوا كلامهم بعد ما نجحوا. إحنا مفيش ولا مرشح ظلنا من 30 سنة. 30 سنة؟ يبقى أنا جيت لكم في الوقت المناسب، وأنا وعدتكم لو نجحت، لو هحاول أوصل صوتكم للمسؤولين. وفر على نفسك يا أستاذ، محدش من دول هينتخبك. ليه مفيش حد هينتخبني؟ انا منكم وحاسس بمشاكلكم. يا ابني انت ما انتش فاهم، محدش من دول له صوت. ايه كلهم خرص؟ محدش من دول عنده بطاقة انتخابية، ولا عمره صوت، ولا راح انتخابات، عشان كده محدش بيزورنا. يا ابني أنا عارف الناس دي كلها من يوم ما اتولدت، اتكل على الله ما تضيعش وقتك. مفيش بضاعة حودة، قول لأمك اللي احنا فلسنا حودة. سلم لي على أمك كتير. الله يسلمك. مع السلامة حودة. السلام عليكم. مع السلامة حودة، سلم لي على أمك. الله يسلمك. احنا أحسن حاجة ننسحب ونرجع ال 200 جنيه بتوع التأمين بدل ما يضيعوا علينا هما كمان. 200 جنيه على رأيك احنا وهي تسند الجردل. شفت؟ مش قلت لك معدن الشعب الاصيل هيبان وقت الشده؟ اهم ناس لا تعرفهم ولا يعرفوك بيهتفوا باسمك واسم استاذه، هو ده المد الثوري الحقيقي. شوف معك 5 دقايق. المهيطه يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. المهيطه يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. السلام عليكم. سلام يا اخو رحمه الله، اهلا وسهلا. محسوبك مامور عبد الرسول، جاي لك بنيابه عن كبار تجار القماش والمانيفاتوره. ابدع ناس. دي هدية بسيطة، عربون محبة وصداقة لزوم اليوفط والدعاية. على فكرة الجماعة مستنيينكوا بكرة عشان تشربوا القهوة ونتكلموا مع بعض. وماله؟ نتكلم اخو، مفيش مانع. بطلوا تفضلوا. على فكرة
الجماعة مطلوبين لكم مؤتمر شعبي كبير قوي في المنشية. يا اهلا وسهلا يا مرحب، شرفتونا. اتفضلوا اتفضلوا. حبيبي احنا عندنا استعداد نقف جنبكم ونمول حملتكم الانتخابيه وحندخلكم المجلس. وطبعا انتوا اكيد بتسالوا نفسيكم ايه اللي يخلينا نقفوا معاكم ونساعدوكم. بصراحه احنا كنا بنأيد امين المالح، لكن ولاد الحرام اللي بينافسوه لفقوله تهمه حبسوه. عملنا استخاره واتكلنا على الله بالصلاه على النبي وقررنا نأيدوكم. والاقربون اولى بالمعروف، مش كده ولا ايه؟ حاكم احنا لا مؤاخذه ما بنحبوش الحكومه كده لله في لله، ولا الجماعه المنافقين اللي زي مصلحي بيه ورسمي بيه والدكتور واصلي. في صحه النواب الجدد، في صحه الشعب والحريه والديمقراطيه. بس احنا بصراحه عندنا شويه مشاكل. اذا كان قصدكم على قضيه الاداب ما تشيلش اي هم. احنا عندنا بدل المحامي 10 ومتخصصين وفاهمين كل حاجه، ومن بكره ان شاء الله هيوقفوا كل الاجراءات. المهم ان هم يوقفوا الضرب. اصل المعركه شرسه. اطمنوا رجالتنا هيبقوا معاك. بس الحكايه هتحتاج شويه فلوس، فلوس كتير كتير يعني. ايوه يعني مش اقل من 5 6 7 8 9 قول 10000 جنيه، يعني توصل لها 12 25 30 يعني حوالي 40000. حبيبي ضمت ورم، ما تنعوش هم المصاريف، انا متكفل بكل حاجه. 500 600 الف مليون جنيه، احنا جاهزين. الناس دي بان عليها ابني. احنا اللي يهمنا المبادئ، واحنا عارفين طبعا ان انتوا بتوع مبادئ لا مؤاخذه. احنا الحمد لله ما حلتناش غير المبادئ. بس انا عايز منكم وعد. ايوه اتفضل. ان شاء الله لما تخشوا المجلس كده بالسلامه وتترستقوا فيه توعدونا ان انتوا تحلوا لنا مشاكلنا مع الضرايب. لا 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 لا، الموضوع ده شيله من دماغك خالص، يعني اعتبره انتهى كده. يبقى 100 100. تصوري يا عديله هانم، الضرايب مطالبه المرحوم ب 27 مليون جنيه في 3 سنين بس. كام؟ كتير كتير قوي. ما هو رخر مات بحسرته. الله يرحمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. مساء الخير. أنا ماليش تقول على البتاع ده. إيه؟ ده إحنا بنقول عليك راجل وهتبقي نايبتنا. لا ودي نايبة تقيلة أوي. اشربوا. أنا عاوزكم تنبسطوا. نص الفرش ده هدية مني لك. زدكار. مين؟ زدكار محبة يعني. نوع نضيف قوي، اسمه جايين الدنيا ما نعرف ليه. اسمه ايه؟ جايين الدنيا ما نعرف ليه، نوع كده الولا صلاح بيصطبح بيه كل يوم. صلاح مين؟ صلاح ابني، عقبال عيالك خد الابتدائية السنة دي. ربنا يبارك فيه. الله يخليك. زدكار الولا صلاح بيشرب منه، صلاح ابنه. خدت منه ايه؟ بقول لك زدكار. انا عاوزه زيه. زيه ايه؟ هو تفاصه وخلاص، هو اكل. بقول لك زدكار. زدكار متكار، انت النص وانا النص. يلا بينا بقى يا جماعه، انا كلهم مساوى كده عشان يبقى عيش وملح. والله انا شايف يعني ملهاش لازمه الحاجات دي الحقيقه يعني. ولا يا عديله؟ انا عاوز اطرش. ايه؟ اطرش. لازم تتغذوا كويس
علشان تعرفوا تنتاعوا للادي في المؤتمر. طب اذا كان كده بقى ما تلفونا احسن الاكل، ها، مع شويه فاكهه وعلبه بيره وناخدهم معانا الكابينه، الا يعني في الحاجات بقى. وماله، لفوا لهم كل حاجه، ثلاث كراتين بيره والاكل وصندوق ويسكي كمان. ده الشغل السياسي اللي على اصله الاحتراف المظبوط. المؤتمر جاهز والصوان اتملى ناس. اوكي يا حبيبي. طب يا جماعه جبتوا بقى، جهزوا نفسيكوا. ها، على فكره احنا مأجرين لكم عربيه بالسواق بتاعها تحت امركوا اني تايم. ها، يلا يا جماعه ساعدوا. اتفضل. بعد إذنك يعني لمؤاخذة، مش ممكن المؤتمر يجي هنا أحسن؟ عشان أصل فيه شوية تعب كده إحنا الاتنين عايزين نطرش. النبي اللهم لا حسد، الله يرحمك يا اما، يوم ما موتي عملنا الصوام في الحمام. هو كان ليا سنكة، هو نايم فيا الباركة، هو كان ليا سنكة، هو نايم فيا الباركة، هو كان ليا سنكة، هو نايم فيا الباركة، هو كان ليا سنكة، هو نايم فيا الباركة. طلعوا كم واحد دول يا بخيت؟ دول 6 مليون نسمة، 1342 شخص غير اللي اتلموا على الزيطة. النفر خد 50 جنيه. مش كتير 50 جنيه النفر؟ دول كومبارس متكلم يا حاج، في السينما بياخد اكتر من كده. على كده بقى ده فيلم كبير قوي. والان كلمة مرشحينا أبناء الإسكندرية الأبرار، الأستاذة عديلة صندوق والأستاذ بخيت المهيطل. والملاحة والملاحة وحبيبتي ملوة الراحة. حصل عليها أيها الإخوة المواطنون، أولاً
عليكم كلكم وعلى الناس الحلوه اللي زي الفل. احنا جايين هنا بصراحه، جايين هنا عشان نقول ان احنا ما بنخافش من حد، لان احنا اساسا جدعان وكبار قوي وحلوين قوي وزي الفل قوي، مش كده يا عادله؟ انا عايزه اطرش. كلنا لازم نطرش مع بعضينا، لان ده توافق اجتماعي في حد ذاته يعني. ممكن لو سمحت نعرف ايه هو برنامجكم؟ ايه؟ نعرف ايه هو برنامجكم بالظبط؟ البرنامج بتاعنا حلو. البرنامج بتاعنا حلو هو الاساس. البرنامج بتاعنا ايها الاخوه ان احنا نتصدق. احنا هنستنكر ونشجب وهنستأنف. ما احنا كده كده هنستأنف بس لابد من ان احنا نتصدى. تتصدى لايه بالظبط يا سيادة النايب؟ نتصدى بقى يعني كل واحد يتصدى بمعرفته، لان لما كل واحد يتصدى مع التاني مع اخواته يبقى في تصدي، فالتصدي بيعمل حاجات كده حلوه، بيبقى كله مع بعض، لان لما بنتصدى مع بعضينا ان شاء الله ربنا هيوفقنا باذن الله. ممكن تكون واضح اكتر؟ الواد ده قلب اسود على فكره ومش حلو. انت مش حلو ولا معايا وشكلك كده مش هو. الواد ده جاسوس على فكره ومش مننا، لانه هو مش عايز يتصدى. وبلاش تعور، واديني فرصة يومين وانا اعرف لك كل حاجة عنه.
الاماكن الحقيره دي. اخرس انت خالص. انت انا كنت اتربيت فين؟ انا المره دي جاي لكم معايا الاخت عديله مترشحه يا فئات. دول 1000 متر قماش المفروض نعملهم يفط للدعايه الانتخابيه. خدوهم انتوا اولى. الله، انت هتوزع القماش على دول؟ دول مالهمش صوت. مالكش دعوه انت خالص. نفذ اللي بقولك عليه، وزع القماش. بانه عبيط. عايز تشترينا عشان نهتف لك؟ مش مهم تهتفوا لي. اهتفوا للحق. اهتفوا لنفسيكم. عبروا على اللي جواكم بأي طريقة. بدل ما تلعنوا الدنيا وتشتموا الظروف. اهتفوا للحق. بدل ما تدبحوا بعض وكسروا الفوانيس وتشخبطوا على الحيطان وترموا الزبالة في أي مكان. حطوا ايديكم في ايدين بعض بدل ما تخطفوا اللقمه من بعض. الراجل ده باين عليه ابن حلال. ده يا اساتذه وماشي اليفط والهدايا تبعزقوه على شويه جرابيع مالهمش صوت. يا ساعات البيمه هو كله دعايه والعيار اللي ما يسيبش يدوش. الدعايه اللي بتتعمل تبقى بمعرفتنا وعن طريقنا احنا، ولا عشان انتم مش غرمانين فيها حاجه؟ جرى ايه يا معلم؟ انت مضايق نفسك قوي كده ليه؟ الحكايه كلها 4 5 6 7000 جنيه، وبعدين دول ناس غلابه جدا ومساكين. احنا اللي بندفع يا شاطره، يبقى كلمتنا هي اللي تمشي، واللي عايز يبقشش يبقى يفنجر يا حبيبتي من جيبه. ايوه بس اصول المعركه الانتخابيه. انتوا صدعتوا نفسكم وافتكرتوا انكم سياسيين بجد؟ انتوا نوابنا احنا في البرلمان، مش نواب حد تاني. يعني احنا بقى اراجوزات وانتوا اللي هتشغلونا من ورا الستاره. بالظبط كده. اللي نقوله عليه يبقى واللي نقوله عليه لا يبقى لا. نقول لكم نطوا تنطوا، نقول لكم ثابت يبقى ولا حركه وتقطعوا النفس خالص. خلاص يا معلم خلاص، دي اخر مره تتصرفوا فيها من دماغكم. ها اخر مره، واعملوا حسابكم انا عامل بكره حفله بمناسبه نجاح ابني في الاعداديه، ربنا يوفقه. بكره تيجوا بادبكم عشان هعرفكم بالناس الكبار. يا كتمر فيهم. من فضلك يا معلم بلاش الدخان ده يجي عليا، كفايه اللي جرالي المره اللي فاتت. بس احنا بصراحة بقى متعقدين من الصنف واللي بيشرب الصنف واللي بيبيعه كمان. حلوة دي. اش حال لو ما كنتوش انتوا بتوع الشنطة؟ شنطة؟ شنطة ايه؟ شنطة الكوكايين يا حلوة. شنطة الكوكايين اللي كان على وشها رشة الدولارات 6 مليون. ايوه بس استنى، الشنطة دي احنا لقيناها صدفة وتحقيق كمان طلعنا براءة. كلنا بنطلع براءة يا دنايا، الدار أمان ومفيش حد غريب. وزي ما انتوا تاجرتوا في الصنف احنا كمان بنتاجر في الصنف يا مؤاخذة. والمفروض ان اصحاب الكار الواحد يساندوا بعض. امال احنا كنا اخترناكم ليه دونا عن بقية المرشحين؟ مش عشان تقفوا جنبنا وتساعدونا لو لا قدر الله حد فينا وقع او فيص؟ شوف يا ابني، اهم حاجة في شغلتنا دي المبادئ، لازم تكون ثابت على المبدأ داي رجل كده. ها مستنيكم بكرة، ما تتأخروش. في صحتك. احنا ايه اللي وقعنا الوقعة السودة دي؟ معقول نشتغل مع تجار مخدرات؟ لا ولك اهم حاجة المبادئ. بس دول صرفوا علينا شيء وشويات، ما احنا كمان صرفنا كل اللي حالتنا، بقينا على الحديدة. قصدك نسايرهم لغاية ما ننجح في الانتخابات؟ وبعد ما نخش المجلس هناخد حصانة ونخلع منهم.
ولا كده نبقى بنبيع نفسينا؟ ولا بنبيع نفسينا ولا حاجه، ما كل الناس بتبيع نفسها، حتى اللي هينتخبونا بيعين اصواته، اشمعنى احنا يعني؟ خلاص يبقى هنتكلم في الظاهر مفيش فايده. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. لن أهلا كويس اللي كنتوا جيتوا. وانتوا عارفين رسمي واصل ومصلحي؟ طبعا نوب يبرم، بس دول خصوم. وماله حبيبتي، دي سياسة، انتوا لسه بدري عليكم قوي. اتفضلوا يا جماعة، اتفضلوا، خليكم للتاكس خالص. تعال هي بردت ولا علوا التكييف؟ اهلا بنوابنا المحترمين، اهلا بنايبتنا. صباح الفل يا باشا. اهلا وسهلا المدام. اهلا وسهلا المدام. صلاح يا ابني. صلاح ازيك يا صلاح؟ ازيك صلاح اهو ابني جنية عسل. ما شفتش ابني انت؟ لا 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 تشوف عشان تبارك لي. ميزة ايوه ميزة ابني عدى وما شاء الله جايب احلى نمر تاتش ولف. تاتش ولف اهلا ميزة. اهلا فين صلاح؟ تعال صلاح. صلاح وميزة المستقبل بتاعكم، انا فخور بيكم، فخور بيكم حقيقي. انت هتفضلوا واقفين كده؟ خشوا اختلطوا عيشوا. حبيبتك ميزة، حبيبتك صلاح. كل ده معمول عشان ميزة. ميزة صلاح هل زي الفل؟ ايه ده بقى؟ هما ملقوش غير الواد والبنت دول يقفوا وراهم؟ لانهم شاكين ان حد فينا اللي غرض دخول امين الملح السجن، عشان كده بيشتغلنا في الازرق. لا لا لا، دول عيال غوص ما يفهموش في اللعبه كويس. الجماعه حشرهم اصوات، ولو خدوا 900 صوت هنضطر للاعاده ومصاريف ووجع قلب. شوف بقى يا دكتور، العيال دي لقيتها علقه سخنه قوي، عشان يتربوا ويبعدوا عننا. في دلوقتي اللي حاميهم واقف وراهم. يعني ايه؟ هنسكت لهم كده؟ لا طبعا، في مليون سكه وسكه. يا سياسة حبيبتي لسه بدري عليك قوي، وبعدين عايزك كده ريتاكس. ها يلا نرقص مكالينا. ايه؟ مكالينا مكالينا. يلا نرقص مكالينا. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo.
Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. أنا جبتك النهاردة عشان أصفي الخلاف اللي بينك وبين رسمي بيه. أنا مفيش خلافات بيني وبين أي حد. شوف يا أستاذ بخيت، إحنا عارفين إنك أنت والأنسة عديلة صرفتوا كتير على الحملة الانتخابية بتاعتكم. خلينا واقعيين، تفتكر إن في احتمال ولو 1% تخشوا مجلس الشعب؟ على العموم إحنا معادنا يوم الانتخابات، والخسران يقول للكسبان جود لك. احنا مستعدين ندفع لكم كل التكاليف اللي صرفتوها على الحمله بتاعتكم وزياده شويه، وتتنزلوا لنا. ايه يا دكتور، انت عايز تكافئهم علشان اتجرأهم ونزلوا قدامنا في الانتخابات؟ ما تخافش يا رسمي بيه، احنا مش للبيع. شوف يا استاذ بخيت، انت عارف كويس قوي ان محدش يقدر يكسبنا. عايز كام يا دكتور واصل؟ انا لو كان هتنازل حتى لو ما خدت صوتي، احنا ناس بتوع مبالغ. مبالغ ايه؟ ما سمعتش عنها قبل كده ولا ايه؟ 50,000 جنيه كل واحد فيكم، كويس؟ كام؟ 70,000. لا 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 يا دكتور، ده كتير اوي. 100,000 جنيه كل واحد فيكم، وده اخر كلام. معقول ده؟ ده يبقى اسمه جنان ده يا دكتور واصل. 100,000. 50,000 جنيه لكل واحد فيكم، والباقي بعد ما تنزلوا. قلت ايه؟ انا هتشاور أنا والأخت عديلة، وربنا وفقنا لما فيه خير الوطن والعروبة والأمة الإسلامية، بل والإنسان في كل مكان في أي وقت في أي حال من الأحوال. برضو كتير يا واصل. إيه ده؟ إيه ده؟ دول 100,000 جنيه من واصل ورسمي، ولما هنتنزل لهم هدفعوا لنا قدهم. انت الرزمة وانا الرزمة، انت الرزمة وانا الرزمة، انت الرزمة. ما كانش ممكن يبقوا بالدولار يا بخيت. دولار ايه يا عديلة؟ هي دي مخدرات ولا كوكايين؟ ده حيارة انتخابات وهنخسرها. اصل انا بصراحة النهاردة جالي عرض احسن، 120,000 جنيه. بعتهم لي مسلحي مع نزيه، ليا انا لوحدي وبس، ولو كنت طلبت اكتر من كده كان بعت لي. 100 و120 ايه يا عديله؟ ما تخليش حد يوقع بينا، دينا الزباله، انا بس اللي بايلك. اللي هيجنني يا بخيت، الناس دول عمالين يصرفوا بالملايين كده، كل ده علشان شقه وعربيه من مجلس الشعب؟ لا طبعا، اكيد هيستفيدوا بحاجات تانيه جامده كتير. خلاص، يبقى احنا كمان لازم نطلب كتير قوي قوي. بحبك يا بنت صندوق. بموت فيك. دستور! دستورك معاك يا اخويا، اتفضل. اهلا يا حاج. ودخول البيوت من ابوابها. خير يا حاج؟ في ايه؟ انا حديثي مع الاخت عديله، بس اتحشمي شويه عشان اعرف اتكلم معاك كويس. خير ان شاء الله يا حاج. عايزني اتنازل لك انت كمان؟ ايوه، بس في الحلال، انا جاي طالب يدك. زهرات يا عروسه. ها، والطلاق امتى ان شاء الله؟ بعد الانتخابات. ها، اعوذ بالله من لسانك يا اخي. ده انا هعديها 50,000 جنيه شبكه، و100,000 جنيه مهر، ومستعد اكتب لك 200,000 جنيه مؤخر صداق. بس انت متجوز 2 يا حاج. وماله، تبقي التالتة، وعلى رأي المثل التالتة تبتة. بس دي مخطوبة حاج، ولا انت شايف ايه؟ تتنازل عنها وعوضك، يكفيك 100,000 جنيه خلو رجل. ترضاها انت على روحك؟
ربنا غفور رحيم يا أخي. ثم أنا ههديها، ههديها إلى الطريق القويم بإذن الله. رأيك إيه يا أخت عديلة؟ قلت يا عروسة. سيبوني أفكر. أحسبها. فكري، فكري على مهلك وخذ راحتك. ودول 100,000 جنيه، وبكرة بإذن الله لما تقولي نعم هيوصلك الباقي. السلام عليكم. ده الراجل المتخلف ده. 120,000 من غير جواز، ومية وخمسين ألف بالجواز، ده غير المؤخر والهدايا. تبقى واقفة الجوازة بكام كده يا عدولة؟ يا عديلة، ده احنا هنتجوز وهتاخدي فوق كده 100,000 جنيه كمان. وانا شعرفت، مش يمكن متفق مع واصل على اكتر من 100 ومخبي عليا؟ الله، اما انت شكاكة وقلبك اسود. صحيح بقى انا حسرقك يا بنت صندوق. ما تجيبش سيرة ابويا على لسانك يا ابن عزيزة. منين غلط ده الطايق؟ لا ده انت قليل الادب وعايز اللي يربيك. انا برضه عايز اللي يربيني. ناس ليها بخت وناس ليها مهيطل. يا رب يا رب ارزقهم، يا رب ارزقهم لحد ما يزهقوا ويملوا يا رب. انا مستنيك على التليفون من الصبح. بقول لك ايه، احنا بصراحه بقى جالنا عروض عشان نتنازل احسن من العرض بتاعك بكتير. ثانيه واحده، جبت الديك عشان عدول؟ ها، كله تمام. جت والفقد والموز والقد، كله تمام. شكرا. هو احنا طالبين كام عديلة؟ 6 مليون يا بيه. احنا بصراحة طالبين 6 مليون يا دكتور. لا لا لا، مش كتير ولا حاجة، أصل أنا كمان بتفائل بهذا الرقم. ما تنساش كمان إن مفيش وقت، الانتخابات قربت. أنت تجمع بقية الزملاء، واللي هيدفع أكتر هيبقى حلال عليه. لا، المبلغ بتاعك بقى هنعتبره إيه؟ يعني زي ما تقول كده، يعني إيه، رهن أو مش رهن، يعني أمانات. بالظبط كده. لو مرسيش العطا عليك هندفعهم لك. ماشي يا دكتور، نتقابل قوي قوي. الساعة كام؟ 12. فين؟ ماشي يا دكتور، ماشي. أنا من البلد دي، أنا من البلد دي، بلد أبويا وجد جدي.
وانا من بلدي انا من بلدي بلد ابويا وبلد جدي لا 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 يا حاج فتح الله انسى موضوع الجواز ده خالص. انا مستعده اتنازل لك بشرط تديني المبلغ اللي قلت لك عليه. خلاص اتفقنا؟ الليله دي الساعه 12. وعليكم السلام. بالحق يا بخيت، مش واجب برضو ندي التجار خبر ان احنا هنتنازل عشان يعملوا حسابهم؟ لا 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 لا، احنا ناخد الفلوس ونسافر ونتصل بيهم بعدين. بالحق فكرتيني. ايه؟ ريسبشن، من فضلك احجز لي طياره خاصه بكره للقاهره. شاكر. في صحتك يا بخيت. عايزينها تبقى خضرة الأرض اللي في الصحراء ونقدم المصر هدية حاجة جميلة ومعتبرة. هي ايه؟ الصحراء تبقى ايه؟ خضرة. عايزينها تبقى خضرة الأرض اللي في التنازل بتاعنا اهو ناقص على اسم صاحب النصيب اللي هيسلمنا الفلوس هنكتب اسمه. احنا ما بنقبلش شيكات، الدفع كاش. جبتوا الفلوس؟ الفلوس في العربية. والتأمين بتاعك اهو، هم بس ناقصين كام ألف، يعني زي ما تقول كده مصاريف ودمغات. نفتح المزاد؟ نفتح المزاد. نقول 6 مليون. 6 مليون. 6 مليون جنيه. 5. هنقول 5 مليون. 5 مليون جنيه. ها الباشا قال حاجه؟ الراجل الطيب قال حاجه؟ طب 4. ماشي 4. 4 مليون جنيه. نخليهم 3 مليون. ماشي زي الست ما قالت. 3 مليون جنيه. حاشا الحاجه؟ 3 مليون. نخليهم 2. 2 مليون. والله بلاش مجلس الشعب ب 2 مليون جنيه. طب اي حد يدفع اي حاجه؟ ها؟ اصل العمليه كده، العمليه كده هتقف بخساره. طب نون نصايه، 0.5 مليون. ميتين. 200 ألف. قلة أدب. مش عايز إلا الشنط. الشنط دي برقبتي، برقبتي. وانتوا بياكلوك عشان تضربوني انا يا جدعان؟ بقول لك برقبتي، اضربني في رقبتي. طلع النبي مولانا، ايه الحماس ده؟ هو جهاد؟ هي ليلة سودة. الاتنين دول انا بتشاق منهم من زمان قوي، عشان تبقوا عارفين. عايزين الشنط، خدوا الشنط. كل واحد شنطة، انت 4 والشنط 4. بص يا مولانا، خد المحفظة بتاعتك بلاش، بلاش عشان فيها صورة أمي. محدش يجي لكم في حاجة وحشة. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. ايه يا دكتور واصل؟
احنا ما اتفقناش على كده يبقى نصب واحتيال. اجرينا عن بعيد يا ولد كده. طب احنا بقى هنكمل الانتخابات وهندخل مجلس الشعب، واذا كنت فاكر ان موراناش رجاله، احنا ورانا رجاله تاكل الظلم. بخيت استني بس بلا بخيت بلا بتاع بخيت. ايه يعني الكلام اللي قاله لنا رسمي بيه والدكتور واصل طلع صحيح؟ وبعد ما صرفنا عليكم الالوفات بتبعونا وتلعبوا من ورا ظهرنا. ده انتوا طلعتوا حي ناس لا عندكم ذمه ولا ضمير ولا مبادئ. عايزين تقلوزوا لنا السلطانيه؟ ده انتوا لسه بدري عليكم قوي. الانتخابات دي لعبة كبيرة معناش قدها ليها ناسها. المهم سلامتك يا بخيت. عرفت حقيقة الناس اللي كنت شغال معاهم، سبت لهم الشغل وربت لهم هدومهم. مش مستاهل يا عم. سلامتك. ألف سلامة. انت متأكد انك انت لسه عاقل؟ روعة عديلة. لا انا هستنى معاك. روح انت استري نفسك. مش هسيبك لوحدك. هستناك. مش هتأخر عليك.
أول مرة تقوليها. تبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم إجراءات التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، وتتوقع دوائر الأمن أن يسود جو من الأمن والنظام أثناء عملية الانتخابات. يعني إيه مش موجود؟ هيكون راح فين يعني؟ الجوز خرج من ورانا. يخرج إزاي وهو مدشدش؟ والله علمك. الحكاية ما تطمنش. قصدك إيه خميس يكون عامله في حاجة؟ أنا كان ليا رفيق نضال زمان دخل المعتقل ادوله حقنة هوا راح فيها. وهم بعد ما ضربوه عشان يخلصوا منه هيسبعت عليهم حاجة. واديني منعتك الا لما اعرف عملت ايه في بخيل. وديكوا فين؟ ايه الزيت او الزنبليطة اللي انتوا عاملينها دي؟ احنا هنا في مستشفى مش بسويقة. مستشفى ده وسويقة انت كمان. انا عايز اعرف بخيل وديكوا فين؟ عملتوا فيه ايه؟ ولاش عرفني. اصبروا عليا اسال وانا اجيب لكم خبر. تجيب لنا خبره؟ يعني مات؟ قتلتوه؟ قتلتوه يا حوا؟ انا مجرمين انا ما تحرموش ربنا. احنا مش هنمشي هنا، انا معتصم لحد ما يظهر بخيت او تظهر جثته، ولعلمك مش هنسكت حمال حراسه الصحه وصاله الداخليه وصاله حقوق الانسان والنهي العام. يلا يا رجاله شدوا حالكم، اللي تمسدي هتوصلكم لجان الانتخابات، هتدي صوتكم الرسمي بيه حبيبكم اللي بيحافظ على مصالحكم. ورسمي بيه بلغني اقول لكم ان كل واحد فيكو هيصرف مكافأة واوفر تايم. هتنتخبوا مين؟ رسمي بيه. حبيبكم مين؟ رسمي بيه. عشر رسمي بيه. عشر رسمي بيه. استنوا 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 قبل ما يشحنوكم زي الغنم عشان تتنزوا على اصواتكم. بخيت زمانكم مات، اتقتل في المستشفى، مات شهيد وهو بيدافع عن قضاياكم وعن حقوقكم. سحقته عجلة الظلم والاضطهاد. انت بتخرب بتقول ايه يا جدع انت؟ انا ما بخربش يا رسمي بيه، ومن النهارده مش هخاف وهقول الحقيقه وبصوت عالي. انت اللي قتلت بخيت يا رسمي. طلعوا المجنون ده بره. استنى انت وهو رايحين على فين؟ في زميل لنا مات يا رسمي بيه، لازم نروح نعزي فيه. من غير اذنك يا رسمي بيه، احنا خارجين. استنى انت وهو رايحين على فين؟ اللي هيمشي هديله جدل، هخصم نص مرتبه مرتبه كله. بخيت مات، قتلوه المجرمين. لا حول الله يا رب. هو فين دلوقتي؟ مستشفى مخبيه جثته. طب خدني وديني على هناك يا ابني. يلا بينا يا حاجة.
اطلب لي مأمور القسم يبعت لنا قوه بسرعه. الاقسام كلها مشغوله بالانتخابات يا دكتور، اقفلوا كل الابواب، مش عاوز حد من الحوش دول يدخل جوه. يلا يا جماعه تعالوا نخش من باب المشروع على الوراني. يلا ورايا بسرعه. نقفل الباب. اهدا كلاش تفاني بتاع الحانوتي هدوه. النعش اهو بيحاولوا يهربوا. انقذوا النعش يا جماعه، انقذوا مخيف من عيد الحوالي. النعش خفيف يا جدعان، كانه هيطير لوحده. الى جنه الخلد يا بخير، الى جنه الخلد يا بخير، الخلد يا بخير، يا جنة الخلد يا بخير. مع السلامة يا صاحبي، مع السلامة يا صاحبي. هتنور هتنور كل أمانة للشاهي، لك هتنور لك هتنور كل أمانة للشاهي. اصب لك كاس؟ لا وتشكرين جدا. بخيت، ايه اللي خلاك سبت المستشفى وجيت على هنا من غير ما تقول لحد؟ ما كانش معايا فلوس ادفع مصاريف العلاج. ليه ما قلتلناش كنا هنتصرف؟ ايه هتلمولي تبرعات؟ حالته وحشه جدا، انا واقف بره لو حضرتك احتاجتي لحاجه. شكرا. عديلة أنا تعبت، الدنيا بقت ضلمة، كل حاجة سودة في وشي. ما تضايقش نفسك يا بخيت، إحنا حاولنا. صحيح إحنا خسرنا، لكن خسرنا بشرف. بشرف. عديلة انت شابة حلوة وجميلة، وألف راجل يتمناكي. ممكن واحد فيهم يعيشك كويس. انت معايا هتتعبي كتير. طب وانت؟ انت هتعمل ايه؟ انا هاجر، هروح اشتغل في اي بلد تانية، اي شغلانة. هنا الحياة بقى صعبة اوي. أنا معاك، ههاجر معاك، رجلي على رجلك، مش هسيبك أبدا. على قد ما أنت مناخيرك في السماء وساعات بتبقى غبية جدا، إنما برضه بحبك يا بنت صندوق. وأنا بموت فيك يا مهيبك. إيه يا حبيبي؟ أنا وجعتك؟ آه. فين بيوجعك؟ هنا بيوجعني. فين كمان؟ وهنا كمان. فين تاني؟ كل بيوجعنا يا عديلة. سلامة كلك يا عمر عديلة. فاكرة عديلة؟ مرة اللي فاتت سيبنا اسكندرية ومعانا شنطة مليانة دولارات، مرة دي سابنا ومعانا خيبتنا التقيلة. في ايه يا اسطى؟ الظاهر في مظاهرة انتخابية، الطريق واقف خالص، مش هقدر اكمل. اتفضل يا اسطى. Oh, my God.
بخير. مين؟ بخير. الله يرحمه. اسمه على اسمه. ايه ده؟ ايه؟ دي جناز تاني. ده انا اللي موت. سلم وسمكة. النضارة والجمل. المسدس والعجلة. السلم والمفتاح. الهلال والجمل. المسدس والسلم. السلم والجمل. المسدس والجمل. السلم والنجمة. المسدس والجمل. السلم والعلم. المسدس والشمس. الهلال والكف. السلم والجمل. المسدس والكف. الهلال والجمل. المسدس والعلم. الهلال 38. الجمل 37 صوت. السلم 45. المسدس 43 صوت. المسدس والجمل. السلم والعلم. المسدس والشمس. الهلال والكف. السلم والجمل. المسدس والكف. الهلال والجمل. المسدس والعلم. المسدس والجمل. السلم والعلم. المسدس والشمس. السلم والجمل. الهلال والسلم. الهلال والمسدس. النضارة والجمل. الهلال والعلم. السلم والجمل. الهلال والسلم. السلم 102 صوت. والمسدس 97 صوت. الجمل 135 صوت. والهلال 140 صوت. السلم والسمكة. النضارة والجمل. المسدس والعجلة. السلم والمفتاح. الهلال والجمل. المسدس والسلم. السلم والجمل. المسدس والجمل. الجردل 17 صوت. والكنكة 12 صوت. ولا يهمك، احنا جايز خسرنا معركة بس ما خسرناش الحرب. المعارك اللي جاية كتير. معارك يا خميس؟ احنا لسه هنحارب تاني. ما خلاص انا تعبت. يا اخي فتح الله، المسدس بقى 270 صوت. الله اكبر. والفلح بقى 296 صوت. رسمي بيه 358 صوت. دكتور واصل 362 صوت. ما تقلقوش، كله هياكل، كله هياكل. خير ربنا كتير قوي. ما تيجي نروح ونسيب الناس دول؟ ما تاكل لك لقمه يا ابني. ماليش نفسي يا امه. يا ضنايا يا ابني.
انا تعبان عايز انام، اليومين ما نمتش. نام نام واستريح يا بخيت. ومن تروحي تلاقيكي هلكانه. انا همدد هنا جنبك. ما تصحش تمددي وسط الناس، انت بنت. انت لسه فاكر؟ الكنكة والجمل، جردل والكنكة، الهلال والجردل، الجردل والكنكة، الهلال والجردل، الكنكة والجمل، الجردل والكنكة، الكنكة والجمل، جردل والكنكة، الهلال والجردل، الهلال والجردل، الكنكة والجمل، جردل والكنكة، الهلال والجردل، الجردل والكنكة، الكنكة والجمل، الكنكة والجمل، الجردل والكنكة، الكنكة والجمل، الجردل والكنكة، الكنكة والجردل، الجردل والكنكة، الكنكة والجردل، الكنكة والجردل، الجردل والكنكة، الجردل والكنكة، الجردل والكنكة. بخيط المهيطة العمال عديلة صندوق فئات. مبروك يا مهيطل. مبروك عديلة. هو في ايه؟ لا شيخ. هو بيقول ايه؟ بقول جبنا جونين في الوقت الضايع. اخر اربع صناديق حسب الموقف. كسبت يا بخيت، كسبت يا عديله، دخلتوا المجلس المؤقر. انا مش مصدق. مش مصدق؟ بص لدول. انتوا عديله يا اوبا، ايه العظمه دي كلها؟ انتوا عديله يا اوبا، ايه العظمه دي كلها؟ انتوا عديله يا اوبا، ايه العظمه دي كلها؟ انا عايز اقول لكم على حاجه. انا لما رشحت نفسي انا وعديله ما كانش قصدنا خدمتكم، ما كناش عايزين نعمل اي حاجه لمصالحكم، كنا انانيين، كنا طمعانين في شقه وعربيه، الامتيازات بتاعه المجلس، بتاعه اعضاء المجلس. انما انا وعدتكم من دلوقتي هحقق احلامكم، انتوا مننا واحنا منكم. صح عديله؟ صح يا بخيت يا ابن مهيطل. المهيطل يا بلاش وحدك غيره ما ينفعنا. المهيطل يا بلاش واحد 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 غيره ما ينفعنا. مقاعدهم والتزام الهدوء. شكرا. بخيت احنا نسينا حاجه مهمه قوي. ليه؟
نسينا نتجوز. ان شاء الله بعد الجلسه ما تخلص نتجوز على طول. الرحيم. تفتتح جلسة الإجراءات برئاسة أكبر الأعضاء سنة.